جامع سيدي احمد الفولي ده اثري 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 من زمان، ومحب محب للناس كلها. بس الوقت هو ما كانش جامع، ده كانت زاويه صغيره، ولما عدى الخديوي اسماعيل بالمركب المركب عطلت جبال المقام، جه هو اللي عمل الجامع ده، بناه هو الخديوي اسماعيل، هو اللي عمل انشا الجامع ده كله بتاع سيدي احمد الفولي، والمقام هو اللي عمله وظبطه وبجمامية. مسجد الفولي أشهر مساجد محافظة المنيا، وبيعتبر هو المسجد الرئيسي للمحافظة، وليه مكانة كبيرة عند الأهالي. سيدي أحمد الفولي الإمام الزاهد الصوفي الكبير اللي كان بيقضي وقته بالذكر وتفسير القرآن الكريم، جه على مصر واستقر في المنيا، واتدفن في ضريح خاص جنب الزاوية اللي بناها في حياته على شاطئ النيل الغربي. وفي عصر الخديوي إسماعيل لما شاف زاوية الفولي وسمع عنه أمر ببناء مسجد كبير وضريح ليه مكان الزاوية. الحمد لله، يعني الوزارة لا تكل جهدا في تقديم الخدمات لمسجد سيدي أحمد الفولي. بداية يوجد به إمام متميز وهو إمام قادة الفكر، وهو من أحد الأئمة المتميزين. يوجد فيه ملتقى فكري للرجال، يوجد فيه ملتقى فكري للسيدات عقب صلاة الظهر مباشرة، كان في شهر رمضان. أما بعد شهر رمضان كان فيه دروس يومية يومي الأحد والأربعاء وكل أسبوع. يوجد فيه مقراءة يوم الأحد للسادة الأئمة، مقراءة قرآنية للسادة الأئمة يوم الأحد عقب صلاة العصر مباشرة. يوجد فيه مقراءة للجمهور عقب صلاة الجمعة مباشرة. يعني في أنشطة كثيرة. ويوجد فيه صندوق للنزول، هذا الصندوق يقدم المساجد لعمارة المساجد، بس الذي يحدث فيها أحلال وتجديد إشار محلي إلى خلاف، ويعتبر من أهم المساجد في محافظة المنيا. حوائط المسجد مبنية بالطوب الأحمر ومكسوة من الخارج بالحجر الصناعي، والسقف من الخرسانة المسلحة، وسلالم المدخل والأرضية من الموزايكو، والقبلة والجزء الأسفل من الحوائط الداخلية متغطية بالموزايكو المزغرف بحليات عربية، والأسقف منقوشة بزخارف عربية، والأعمدة من الخرسانة المسلحة المغلفة بالموزايكو. الأبواب الرئيسية للمسجد والضريح مصنوعة من الخشب على الطراز العربي بحشوات بسيطة وزخارف، والشبابيك من الخشب المخروط المعروف بالخرط الصهريجي، وفي الضريح شبابيك من الجص المفرغ المزغرف بالزجاج الملون. المسجد من الداخل على شكل مربع يتوسطه 4 أعمدة ليها قواعد وتيجان على الطراز العربي. طبعا مسجد الفولي له خاصية تختلف عن سائر مساجد المحافظة. يعتبر مسجد سيدي أحمد الفولي هو المسجد الأول لمحافظة المنيا، وبه تتسمى حتى المحافظة يقولون أنها منيا الفولي. بخصوص شهر رمضان، فمسجد الفولي له خاصية كبيرة جدا، أن رواده تختلف عن أي مسجد آخر كما أسلف. رواده دائما ما يمكثون 30 يوما مسجد ممتلئ عن بكرة أبيه. في سبيل الله محب فعلى بيت النبي سيدي أحمد الفولي محافظ المنيا. سيدي أحمد الفولي نظرة ومدد يا مولانا، يا سيدي أحمد يا فولي، ومكان كله بركة ومكان محترم حلو جدا. بيحتفل أهالي المنيا كل سنة بمولد سيدي أحمد الفولي، وبيستمر المولد والاحتفال لمدة أسبوع، بينتهي بإقامة ليلة ذكر بيحضرها أشهر المداحين في مصر.